بسواعد مصرية انطلقت أعمال البناء والتعمير لمدينة العالمين الجديدة لتنجح في غضون ما يقرب من 5 سنوات في تحويل أرض الألغام إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية العصرية على مستوى العالم. فعلى مساحة 48,000 فدان أقيمت مدينة العالمين الجديدة التي تبدأ حدودها من طريق وادي النطرون إلى الضبعة. ومن المقرر أن تستوعب المدينة الجديدة أكثر من 3 ملايين نسمة، كما تضم 10,000 وحدة إسكان اجتماعي، وتتسم بموقعها المميز الذي يجعلها بوابة مصر على العالم، حيث تغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذي أنشئ على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد. يتوافر بالمدينة 15,000 فدان معدة للتنمية الفورية، وتتسم بأنها مدينة متكاملة تشمل جميع الأنشطة السكنية، كما تعد وجهة سياحية وصناعية، ويوجد بها جامعة أهلية وفنادق عالمية ومقران للرئاسة ومجلس الوزراء. مدينة العالمين الجديدة تضم عدداً من المشروعات المهمة، من بينها قرية داونتاون العالمين الجديدة، المشروع الاستثماري الضخم الذي يقع في مكان حيوي ومتميز على شاطئ البحر المتوسط على مساحة 31 فداناً، ويتميز بموقعه الاستراتيجي حيث يبعد عن الطريق الدولي بمسافة لا تزيد على 400 متر على الأكثر، كما يبعد عن مطار برج العرب مسافة لا تزيد على 89 كيلومتراً، ويبعد عن مطار العالمين بمسافة لا تزيد على 54 كيلومتراً تقريباً. ومن المشروعات المهمة أيضاً في مدينة العالمين الجديدة كومباوند 700 فدان، وهو كومباوند سكني يضم 10,800 وحدة سكنية ما بين فيلات وشاليهات وعمارات بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17 مليار جنيه. المشروع يتضمن تنفيذ جامعة العالمين الدولية ب13 كلية ومبنى لسكن الطلبة وهيئة التدريس والإدارة والمكتبة، والمتوقع تشغيل كليتي القانون الدولي وإدارة الأعمال العام الدراسي القادم. كما يتضمن المشروع المنطقة التجارية الترفيهية التي تضم 40 محلاً تجارياً، ومشروع الحي اللاتيني الذي يضم 6 مناطق سكنية بإجمالي 404 أفدنة و249 عمارة، ومشروع الأكاديمية العربية للعلوم. وتأتي أبراج مدينة العالمين الجديدة التي أصبحت رمزاً للمدينة السياحية الجديدة، حيث تضم 33 برجاً بارتفاع 40 دوراً، ويضم كل برج 230 وحدة سكنية. ويسعى المشروع إلى تقديم واجهة ساحلية مميزة للمدينة الجديدة التي تخدم قطاعات السياحة والتعليم والصحة، وخلق مجتمعات جديدة غير مسموح فيها بالعشوائية لتخفيف الضغط على المدن المصرية الرئيسة. كما تضم المدينة بحيرة وملاهي ومركزاً ثقافياً ودار أوبرا ومكتبة بحجم مكتبة الإسكندرية ومتنزهاً دولياً ومقابر الحرب العالمية ونوادي رياضية ومراكز تجارية ومدينة تراثية على مساحة 259 فداناً، لتصبح حقاً مدينة عالمية على أرض مصرية.